السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعا في شركة تطوير للخدمات التعليمية، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد. درسنا اليوم نظرية فيثاغورس، وسوف يكون بإذن الله هذا الدرس على جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. سوف نتحدث اليوم عن الجزء الأول من هذا الدرس للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول. دعونا في البداية نتعرف على عناصر هذا الدرس. في هذا الدرس سوف نتحدث عن المثلث القائم الزاوية، وأيضا عن نظرية فيثاغورس. ما هي نظرية فيثاغورس؟ ما هو نصها؟ وفي ماذا تفيد؟ وأيضا كيف نستعمل نظرية فيثاغورس في إيجاد الضلع المجهول؟ في البداية دعونا نتذكر بعض أنواع المثلثات بهذا التدريب البسيط. صل كل مثلث أدناه بنوع. لدينا المثلث الأول، مثلث فيه ضلعين متطابقين، هذه علامة التطابق، وزاويتين متطابقتين، وهذه علامة التطابق. هذا المثلث الذي لديه ضلعين متطابقين ماذا نسميه؟ مثلث قائم الزاوية؟ لا، بالتأكيد. مثلث متطابق الأضلاع، جميع أضلاعه متطابقة؟ لا. مثلث متطابق الضلعين؟ نعم، وهذا هو الصحيح. الشكل الثاني هو مثلث، هذا المثلث ما يميزه يوجد به علامة التعامد. إذن هل هذا مثلث قائم الزاوية؟ نعم، هو مثلث قائم الزاوية. الشكل الثالث والأخير، مثلث جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة. إذن ماذا نسمي هذا النوع من المثلثات؟ مثلث متطابق الأضلاع. درسنا اليوم يتمركز حول نوع واحد من المثلثات، وهو المثلث القائم الزاوية. في المثلث القائم الزاوية هناك ساقان، وهما الضلعان اللذان يشكلان الزاوية القائمة، وهي الضلعين اللي باللون الأزرق. لاحظوا أن هذه الضلعين مثلت أو شكلت زاوية قائمة. الضلع المقابل لهذه الزاوية القائمة باللون الأحمر هو الوتر، وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة، وهو أطول أضلاع المثلث. إذن في المثلث القائم الزاوية هناك ساقان ووتر، والوتر هو أطول أضلاع المثلث. ومهم جدا يا أخوان أن نحدد مكان الوتر في المثلث القائم الزاوية، فمكانه دائما وأبدا يكون أمام أو مقابل الزاوية القائمة كما هو موضح عندنا في هذا الشكل. نظرية فيثاغورس، ماذا تقول نظرية فيثاغورس؟ نظرية فيثاغورس تقول في المثلث القائم الزاوية، أي أن هذه النظرية تنطبق فقط على المثلثات القائمة الزاوية، مربع طول الوتر، أي أن جيم تربيع اللي هو هذا هو الوتر أمام الزاوية القائمة، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ساقين، يساوي الساق الأول تربيع زائد الساق الثاني تربيع. وبالرموز تكون النظرية كالتالي، جيم تربيع وجيم ترمز للوتر يساوي ألف تربيع الساق الأول زائد باء تربيع الساق الثاني. تفيد نظرية فيثاغورس لإيجاد أطوال الأضلاع المجهولة في أي مثلث قائم الزاوية كما في المثال الموجود أمامنا. أكتب معادلة لإيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوية. لدينا مثلث قائم الزاوية في ضلعين معلومين وضلع واحد مجهول. في البداية دعونا نحدد ما هو الضلع المجهول، هل هو وتر أم ساق؟ نلاحظ أن جيم وهو الضلع المجهول يقع مقابل الزاوية القائمة، إذن جيم يعتبر هو الوتر، و12 الساق، و9 تعتبر أيضا الساق. إذن نستخدم نظرية فيثاغورس في إيجاد طول جيم. في البداية نضع نظرية فيثاغورس أو نص نظرية فيثاغورس بالرموز، جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع، حيث جيم تربيع ترمز إلى الوتر، وألف وباء ترمزان إلى الساقان. الآن نعوض في هذه المعادلة، نعوض مكان ألف تسعة الساق الأول ومكان باء 12 اللي هو الساق الثاني، فيكون شكل المعادلة كالتالي، جيم تربيع يساوي تسعة تربيع زائد 12 تربيع. الخطوة القادمة نربع هذه الأعداد، جيم تربيع يساوي تسعة تربيع 81. نركز يا شباب على عملية التربيع، فالتربيع هو ضرب العدد في نفسه وليس ضرب العدد في اثنين. بعض الطلاب يخطئ ويضرب التسعة في اثنين
وهذا خطأ، لازم نضرب التسعة في التسعة، بيكون 81 زائد 12 في 12 144. الآن نجمع هذين العددين، 81 زائد 144 يعطينا الناتج 225. بقي الآن خطوات بسيطة للحل. الآن عندنا جيم تربيع تساوي 225، وما نحتاجه فعلا هو الجيم بدون التربيع، فكيف نتخلص من التربيع؟ للتخلص من التربيع نجيب الجذر التربيعي للطرفين، فالجذر التربيعي لجيم تربيع هو جيم، والجذر التربيعي ل 225 يعطينا ناتجين، أحدهما موجب والآخر سالب. إذا جيم تساوي موجب أو سالب 15، اللي هي جذر 225 يساوي 15. إذا الآن لدينا حلان، 15 بالموجب وسالب 15، وبما أننا نتحدث عن طول فبالتالي نأخذ الإجابة الموجبة، إذا طول جيم يساوي 15 سنتيمتر. الآن هل إجابتي هذه صحيحة؟ من المعلوم أن الوتر هو أطول ضلع في المثلث القائم الزاوية. طيب بما أن الناتج 15 هو أكبر من 12، وأيضا ال 15 أكبر من 9، بمعنى ربما يكون إذا بمعنى جواب بإذن الله يكون جواب صحيح، لأن ال 15 أكبر من 12 وأكبر من 9. تدريب: اكتب معادلة لإيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوية ثم أوجد طوله. لدينا هذا المثلث القائم الزاوية، الساقين معلومين، والضلع اللي أمام الزاوية القائمة اللي هو الوتر مجهول اللي هو جيم. نستخدم نظرية فيثاغورس: جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. جيم تربيع ترمز إلى الوتر مجهولة، ألف تربيع الساق الأول 18 زائد باء تربيع الساق الثاني 24. الآن نربع الأعداد: جيم تربيع تساوي 18 تربيع، يعني 18 ضرب 18 324، زائد 24 تربيع 576. ربعنا الأعداد. الآن الخطوة القادمة من نجمع هذين العددين 324 زائد 576، تصير الخطوة القادمة جيم تربيع تنزل معانا كما هي يساوي 900. الآن قلنا احنا نحتاج إلى جيم من غير التربيع، كيف نتخلص من التربيع؟ كما في المثال السابق نجيب الجذر التربيعي للطرفين، فيصير عندنا جيم تساوي جذر 900، وجذر 900 معروف يساوي كم؟ يساوي 30. إذن طول جيم كم يساوي؟ 30 متر. إذا الوتر عندنا 30 متر، يجب أن نتأكد أنه أكبر من الساق 18 وأكبر من هذا الساق أيضا 24، بمعنى أن الجواب بإذن الله سوف يكون جوابا صحيحا، لأن الوتر أكبر من الساق الأول وأيضا أكبر من الساق الثاني. ماذا لو كان المجهول هو الساق وليس الوتر؟ نشوف في هذا المثال كيف يمكن حل مثال بهذه الصورة. اكتب معادلة لإيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوية، ومثل ما ذكرنا في بداية درسنا أن هذه النظرية تتمحور وتتركز حول المثلثات القائمة الزاوية، ثم أوجد طول هذا الضلع. لدينا هذا المثلث، الآن الزاوية القائمة هنا، فبالتالي الوتر مقابل الزاوية القائمة، يعني الوتر هذا معلوم 24، الساق هنا 8، والساق هذا مجهول اللي هو باء. نستخدم نص نظرية فيثاغورس: ألف تربيع زائد باء تربيع يساوي جيم تربيع. الآن نعوض في هذه النظرية، نعوض مكان ألف 8 ومكان جيم الوتر 24. الآن 8 تربيع زائد باء تربيع يساوي 24 تربيع. يجب أن نركز يا أخوان في أن جيم هو الوتر، ويجب أن نحدد في المثلث مكان الوتر بالشكل الصحيح لكي لا نقع في خطأ في المعادلة، وبالتالي يصبح الناتج ناتج خاطئ. الآن نربع الأعداد: 8 تربيع 8 في 8 64، زائد باء تربيع تنزل معانا كما هي يساوي 24 تربيع 576. الآن لدينا معادلة، هذه المعادلة فيها مجهول اللي هو باء، ونريد أن نعرف قيمة هذا المجهول.
كيف نحل هذه المعادلة؟ لابد أن نتخلص من الأعداد الموجودة في طرف المجهول. العدد الموجود عندنا 64، وأيضا نتخلص من التربيع في الخطوة التي تليها. طيب كيف نتخلص من 64؟ يجب أن نطرح 64 من كلا الطرفين، فتصبح شكل المعادلة كالتالي: 64 ناقص 64، هذه اللي أضفناها، زائد باء تربيع يساوي 576 ناقص 64. 64 ناقص 64 تصبح كم؟ صفر. ماذا يتبقى في هذا الطرف؟ باء تربيع. 576 ناقص 64 تصبح 512، إذن باء تربيع تساوي 512. الآن تخلصنا من هذا العدد، بقي عندنا التربيع. وقلنا كيف نتخلص من التربيع؟ نجيب الجذر التربيعي للطرفين، فباء تساوي إما موجب أو سالب جذر 512. وباستخدام الآلة يمكن إيجاد جذر 512، ويكون باء تساوي تقريبا إما 22.6 بالموجب أو سالب 22.6 بالسالب. طبعا بحكم أننا نتكلم عن طول، فبالتالي نأخذ الطول العدد الموجب دائما وأبدا. إذا طول الضلع باء حوالي 22.6 متر. هل حلنا صحيح؟ من المعلوم أن الوتر هو أطول ضلع 24. طيب وإحنا الآن وجدنا الساق، هل هو أصغر من 24؟ نعم، كان 22.6. إذا حلنا بإذن الله حل صحيح. تدريب: اكتب معادلة لإيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوي ثم أوجد طوله. الآن في هذا المثلث ما هو المجهول يا شباب؟ عندنا هنا 3 وهنا باء وهنا 8. لابد في البداية أن نحدد مكان الوتر، والوتر مقابل الزاوية القائمة، يعني هذا الوتر معلوم. إذا ما هو المجهول؟ أحد الساقين اللي هو إيش؟ باء. في البداية نضع نظرية فيثاغورس: ألف تربيع زائد باء تربيع يساوي جيم تربيع. الخطوة اللي بعدها نعوض مكان الألف 3، والباء باء كما هي لأنها مجهولة، والجيم الوتر موجود معانا 8. الخطوة اللي بعدها نربع هذه الأعداد، وقلنا تربيع الثلاثة كم؟ 9 وليست 6، انتبه، لابد أن نضرب الثلاثة في نفسها، 3 في 3 9، زائد الباء تربيع كما هي، ويساوي 8 تربيع 64. الآن أصبح لدي معادلة فيها مجهول، نريد أن نوجد قيمة هذا المجهول، ولإيجاد قيمة هذا المجهول لابد أن نتخلص من 9 في البداية. كيف نتخلص من 9؟ نطرح 9 من الطرفين، فيصير الطرف الأول 9 ناقص 9 زائد باء تربيع يساوي 64 ناقص 9. إذن الآن طرحنا 9 من الطرفين، كيف يصبح شكل الخطوة القادمة؟ 9 ناقص 9 0. ما هو المتبقي من هذا الطرف؟ باء تربيع. 64 ناقص 9 يساوي 55، إذن باء تربيع تساوي 55. الآن نريد أن نتخلص من التربيع، وقلنا في كل الأمثلة السابقة لكي نتخلص من التربيع لابد أن نجيب الجذر التربيعي للطرفين، فباء تساوي جذر 55. جذر 55، لإيجاد جذر 55 نستخدم الآلة الحاسبة، بإمكاننا لإيجاد قيمة هذا الجذر أو التقريب. باء تساوي تقريبا 7.4. 7.4. الآن هل ناتجنا هذا صحيح؟ طيب باء تمثل الساق، والوتر عندنا معلوم كم؟ 8. 7.4، هل هي أقل من 8 أو أكثر؟ أقل من 8. إذن طالما أنه أقل من 8، إذن حلنا بإذن الله سوف يكون حلا صحيحا. إذن طول الضلع باء حوالي 7.4. إذن في درسنا اليوم تعلمنا عن نظرية فيثاغورس، وقلنا أن نص النظرية مربع طول الوتر يساوي مجموع مربع طولي ساقين، أي أن جيم تربيع التي تمثل الوتر تساوي ألف تربيع الساق الأول زائد باء تربيع الساق الثاني. وقلنا دائما نحدد مكان الوتر بأنه يكون مقابل للزاوية القائمة. في هذه النظرية يمكن أن نستخدمها لإيجاد طول الضلع المجهول، سواء كان الوتر أو الساق، الوتر أو الساق، فتساعدنا هذه النظرية في إيجاد طول إما الوتر أو الساق.
بإذن الله سوف نتحدث في الجزء الثاني من هذا الدرس عن عكس نظرية فيثاغورس. هذا ما لدينا اليوم، أتمنى التوفيق للجميع، شكرا لاستماعكم ومتابعتكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.